تعال نبتدي بقى ايه اول لعبه على طول ونسخن كده. اول لعبه على هادي واحنا واقفين وعندنا شويه حاجات ليها علاقه بالمعلومات العامه والمذاكره بتاعت حضراتكم. اوكي عندنا كذا لعبه، عندنا انا مين او انا ايه، هقول لكم حاجه وانتم تعرفوا فزوره يعني تعرفوا احنا بنتكلم على ايه، صح وغلط واختيارات. اوكي جاهزين؟ جاهزين. تعال نبتدي بانا مين او انا ايه، والسؤال موجه للاسره الاولى بسرعه جدا بقى. انا الوقت الاصلي اللي بيتلعب فيه مباراه كره القدم، الوقت الاصلي، الوقت الاصلي، الوقت الاصلي استاذ طارق الفراغ. الوقت الاصلي ساعه ونص. يعني 60 دقيقه؟ لا غلط غلط، 90 دقيقه. الاسره الثانيه، انا الوقت الاضافي اللي بيلعب فيه اللي بيتلعب فيه مباراه كره القدم نص ساعه، يعني كام دقيقه؟ 30 دقيقه. برافو بوينت. هنا السؤال الاسره دي، انا الحيوان صديق الانسان، احب اللعب والمرح واظهار مهاراتي في المياه. الكلب في المياه. في المياه. الدولفين. الدولفين. برافو. السؤال الأسرة دي في المياه يا أستاذة حبيبة. أنا الحيوان الذي يستطيع العيش في المناخ الأكثر برودة في القطب الجنوبي. دب. أه. الدب القطبي. شبه غير الدب القطبي. أه. يمشي كده. شهاب. بيمشي كده. البطريق. ايوه شكرا يا ماما. الاسره دي. انا اول من انشا بنك وطني في مصر. بنك مصر. مين هو؟ مين اللي انشاه يعني؟ ايوه من هو؟ ينفع خمسه اربعه، ينفع دي سهله قوي، ثلاثه اتنين يا حبيبه، واحد طلعت حربي يا جماعه. مش ممكن. السؤال للاسره دي، انا ملحن مصري لحن النشيد الوطني بلادي بلادي بلادي. حاجة درويش صح؟ محمد عواب. لا لا حاجة درويش. حاجة درويش؟ لا غلط. دي جت في قلبي أكتر من محمد عبد الوهاب. يعني بجد. تمشي عمار الشرعي؟ لا مش لا طبعا هو أستاذ الموسيقار الكبير سيد درويش. حاجة درويش؟ سامحيني مفيش بوينت عامة. طيب اختاروا بقى من عندكم بقى حد يعمل مهمة عشان حاجة درويش دي.